السلام عليكم ورحمه الله بصوا يا جماعه هي خطوه سهله وبسيطه جدا بس مهمه قوي نقدر نعملها واحنا قاعدين في كل مكان انا هدخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش على حضراتكم هندخل على محركات البحث من تليفوناتنا او من اجهزتنا عموما وهنكتب هنا في البحث القدس بس كلمه القدس ونعمل بحث عن القدس هيظهر لنا المهزلة للاسف اللي موجودة قدامنا ودي امر واقع بقت موجودة دلوقتي على محركات البحث كتير مننا ما يعرفوش انها موجودة للاسف. احنا نقدر نعدلوها بكل بساطة هنيجي آه على كل جنب كلمة القدس في ثلاث نقط هنضغطوا عليها آه ارسال ملاحظات موجود قدامنا كلمة ارسال ملاحظات واضحة جدا هنضغط عليها عشان نعدلوا المهزله دي بمنتهى البساطه ويمكن ده يعتبر دفاع عن واحده من مقدساتنا هنيجي قدامنا واحده من الاثنين يا يعني الا المستطيل الازرق ده مكتوب كلمه ملاحظات عامه او كلمه القدس نفسها اختيار من دول هيوصلنا لنفس النتيجه ان شاء الله ان شاء الله طيب هنضغط على كلمه مثلا ملاحظات عامه هنا في المستطيل الازرق هنيجي هنا على آه المحتوى غير دقيق ادي آه المحتوى غير دقيق اللي هي الاختيار ده اهو هنضغط عليه نفضل نازلين بالاختيارات لحد ما نوصل المحتوى غير صحيح هنضغطوا عليها لحد ما يظهر قدامنا علامه الصح وهنيجي تحت ونكتب القدس عاصمه فلسطين ودي الحقيقه اللي لازم كلنا ندافع عنها ان شاء الله ويمكن تتكتب لنا عند ربنا اجر يعني وبعدين نعمل ارسال خلاص حضراتنا كده قمنا بكل, بكل بساطه بنقطه وخطوه بسيطه أو نقدر ندافع بها عن واحده من مقدساتنا اللي هي فعلا هتفضل القدس عاصمه فلسطين وعمرها ما هتكون ابدا عاصمه اي مكان تاني تحياتي لحضراتكم واشكركم واسف على الاطاله